مشاهدينا مع الحل عنا بدي احييكم وين ما كنتوا. بدي اقول لما دخلت على الاستوديو سالت هيك الاصدقاء والزملاء انه عن شو بتحبوا علق اليوم مع بدايه الحلقه، قالوا لي عن شو ما بيتعلق كل شيء بينحكى عنه، تردي خدمات، خوف على المصير، خوف على رواتبنا، انهيار الليره، كلها امور عم تشغل بال الناس وين ما كان. كل بيحكي بنفس السيرة، ولكن ما لازم ولا مرة نفقد الأمل. المهم اليوم إنه هالحكومة الجديدة ترجع لنا الثقة. لما بترجع لنا الثقة بالدولة بعتقد الأمور بترجع تنتظم أكتر وأكتر. معلومة. بمعلومتنا لليوم غرد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر تويتر وقال: بعد ورود اتصالات من المواطنين أثر تداول الأخبار عن قرار لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي حول وقف تراخيص عازل لأشعة الشمس، يوضح المكتب الإعلامي أن التراخيص الصادرة بتاريخ 1/10/2019 لا تزال سارية المفعول لغاية انتهاء صلاحيتها بتاريخ 20 أيلول 2020. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، وإذا في اتصال بياخده، إذا لا بفوت دغري بالمتابعات. بمتابعتنا لليوم رح بلش بموضوع ما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم وردنا على الحل عنا فيسبوك الحل عنا عن سرقة مادة الغاز أويل من معمل دير عمار الحراري، وهو أمر قديم يعود إلى شباط 2018 بحسب بيان لكهرباء لبنان اليوم. فالمؤسسة استغربت إعادة طرح هذا الموضوع بعد حوالي سنتين، وذكرت بأن ردت بتاريخ 15/2/2018 على الموقع لنشر الخبر، كما تم توضيح الموضوع عبر إحدى القنوات التلفزيونية المحلية. وأوضحت المؤسسة أن عملية سرقة المازوت في معمل دير عمار تم اكتشافها من قبل مستخدمي المؤسسة بالمعمل، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة. فمحامي كهرباء لبنان قدم فور اكتشاف عملية السرقة دعوة شخصية مباشرة أمام قاضي التحقق الأول في طرابلس، سجلت تحت الرقم 28 تحت رقم، وحضر جلسة تحقيق مع المدعى عليهم، ومن ثم صدرت مذكرات بحقهم وتابع الملف مساره القضائي، وحاليا ما زال قيد المتابعة لدى محكمة الجنايات في طرابلس. بهالسياق بتتمنى كهرباء لبنان على المدونين الإحاطة بكل جوانب أي خبر قبل نشره لعدم إحداث بلبلة. يعني للحقيقة الشيء صار وإن شاء الله ما يصير مرة تانية، ولكن إن شاء الله كمان نتائج التحقيقات بتبين لنا شو العقاب اللي أخدوه يلي مدوا إيدهم وسرقوا هالمادة هيدي اللي هي بتحيي أكيد معمل أعمار ومنه الكهرباء. بأخذ اتصال. ألو. ألو. أهلا مسيور. بونجور. بونجور. مدام رابكا. نعم. ربعة هلا بحكيكي. إيه أهلين. أنا صرت حكيك شي 3-4 مرات كرمال متلات الكهرباء. نعم. نحن انا ما عارفين نستمر صراحه، ما عارفين نستمر اذا بقول هيك، ما عارفين نستمر. لا اقول لك شغله، انا صراحه بهذا الموضوع عم برجع طالب انه اعاده النظر بالاليه مع المعنيين بوزاره الطاقه والمياه. لما مع وزاره الطاقه بترجعوا بتقعدوا بتجدولوا الموضوع بيكون افضل، ومنه اكيد بتتبلغ وزاره الاقتصاد، ومنه بعدين بيتعمم للمشتركين. لانه اليوم بفهم كثير موضوع يعني اللي واقعين فيه، لانه خصوصا انه حسبوا لكم المازوت الشهر الماضي على سعر 18,063 ليره، بالوقت اللي انتم دفعتوا التانكي ب 22 و23 ألف. يعني بيكفي هالحساب هيدا حتى نقول انه انتم مغبونين. فاليوم إذا بينعمل السعر الأساسي بيكون كتير منيح، أو بده نلاقي طريقة. بدك تحكي شيء غير يلي هلأ عم يعني خايفانين من هذا الشهر ما تقدروا تكملوا مثلا؟ في مشكلة تانية أستاذ؟ بعدك معي؟ مشكلة تانية إنه نحن
لما ما ننزل نشتري من المحطات نعم. يحسبون الربع الربع دولار ومش عم نقدر نشتري دولار صراحة مش عم بيعطونا مزوط يعني انتوا عم تشتروا باللبنان عم تشتروا بالدولار بالدولار لا في ربع الربع بكتبتها ربع دولار والباقي كله لبناني ايه هيدي مشكلة وهلا يعني عم ينحسب كيف حسب السعر الرسمي ولا سوق السوداء دولار على 2006 يا مدام ربيكا مع انه اليوم بالسوق المصيرة في 2004 2006 نحن بيعونا يا 2006 بتنزلي تطلبي منهم بيقول لك ما في نحن بنشتري ما بنبيع يعني صرنا واقعين بين الناس وبين الدولة وبين وزارة الاقتصاد وبين مش عارفين والله شو ما نعمل لا ولا يعني عملك اذا بتعطونا الحل يعني صراحة لك لك شغل الحل تقلك نحن اليوم بنعرف هلا ان كل الانظار تتجه لمعالجه الكهرباء ويجيبوا كهرباء 24 ولهلا بعد ما في عنا الا وضوء الا وعود بالوقت زيته كل واحد بيطلع وبيبلش يحكي انه زيتاته مش عكرين خبرونا امتى رح تجيبوا لنا الكهرباء وتخلصونا من البواخر وبالوقت زيتوا اليوم الاتكال على كهرباء لبنان اتكال عليكم انتم كمولدات من هيك عم برجع اقول بما انه ارتفع سعر الدولار عم بحكي كسعر السوق سعر الصيرفي لانه انتم ما صار اتفاق مثلا على 1515 لو صار الاتفاق كان الى حد ما اذا الربع 1515 بعدنا ضمن المعقول بس إذا عم تاخدوه بسعر السوق اليومي هيدي أكيد ما رح توفي معكم حتى ولو دفعتوا الربع فقط من هيك بدكم تجمعوا بعضكم يعني مجموعة منكم تطلب موعد رسمي من وزير الطاقة وترجعوا تجدولوا الموضوع لأنه عم تتفاقم أكتر الأمور عم بتأثر عليكم وعم تنعكس أيضا على المشترك لأن المشتركين اليوم طالعة صرختهم يعني واحد بيقول لي انه انا لو وحده بالبيت لا بده يطلع علي 120 الف ليره بالشهر موتور بعد ما حكينا بالكهرباء يعني في ان عند المشترك وفي ان عند صاحب الموتور من هيك صار بدا اعاده نظر بالاليه ما بقدر اعطيك الحل مش عندي يا ريت نحن من عندنا بنقدر نوصل صوتكم اكيد بس هيدي بدها جلسة جدية مع وزارة الطاقة لإعادة النظر بالتعرفة وبكل شيء مثل ما هلأ أصحاب المحطات منذرين الدولة من هلأ ليومين وإلا ما بعرف يا بيوقفوا يا بيجدلوا على زوقهم ما فيها نترك البلد فوضى ما ممكن بالفوضى نعيش اتصال آخر ألو بونجور مدام بونجور معك توني زرجي عم بحكيك من منطقة الزلقة ايه اهلا نحن بيتنا طال تقريبا على المدينة الصناعية او الرومية نعم وفي عنا مشكلة كتير كبيرة هون شكلهم جربنا كذا مرة مع البلدية نحكي وطلعنا لعندهم لأصحاب الزفتات والمعامل الترابة وقلنا لهم انه يوم ايه يوم لا المنطقة كلها عم تمتلي دخنة يعني ما بينطلع على البلكون وما بيتنشر غسيل برا كل الدنيا سودة تصير نعم فكنا عم نجرب نقول انه اذا في مجال يتعالجوا هودي لانه عم يطلعوا كتير دخنه وما عرفنا مع اخر شيء الا متصل بحضرتكم اذا فيكم تساعدونا بهالموضوع انتوا قدمتوا شكوى بس لبلديه الزلقه عماره شلهوب احكيناهم على التليفون صراحه ما رحنا ما رحنا لعندهم لانه هم عم بيتابعوا الموضوع لانه أمك لفوق نعم اماكنهم لفوق حكينا مع اصحاب المسؤولين عن هودي المعامل فوق نعم. قالوا لنا لا نحن على طول بتمرق وزاره البيئه وبتتابع لانه عطول نحن ماشيين بالامور المتعارف عليها ونحن صحيين بينما اذا بتطلعي بتعرفي بالعين المجرده انه شيء ابدا ما انه صحي ويعني والشاهد هن الغسيلات مثل ما بيقولوا مش بس هيك يعني حتى هي اذا عندهم رخصه افترض في شروط لتطبيق هالشيء يعني بدهم يرشوا مي بدهم يزرعوا شجر لتستوعب الاكسجين سي او 2 في 100 شغله مش بس هيك حفروا حطينا يعني مش بس المطلوب يكون عندنا رخصه ومعلقينا مبسوطين فيها انه محميين فيها ما فيها نحتمي بورقه وبرخصه بدنا نطبق شروطها انا رح تابع الموضوع مع بلديه الزلقه عمارة شلهوب لشوف شو قضيتها وأكيد نحن منجاوبكم إذا الله رد بياخد اتصال آخر ألو أهلا مدام تفضلي ألو بونجور بونجور مدام ريبيكا نعم
تبريد بس اسمعيني بدون ما تقص الخط دايما ما دامش ضياء بتشرطيني وانت اكثر حدا يومين انا سؤالات ليك مدام ربيكا اهلا وسهلا فيك انا سؤالاتي لا بدي مي شبعنا مي كهرباء مي كهرباء بدنا نغير رفران لا بدنا مي وبدنا كهرباء بدنا كهرباء ميرسي بدي اسال ولا بدنا كهرباء لا بدنا شو ما بدنا حنا نحس انها ستين ثلاثة مي كهرباء خلص قربتي بدي اسال سؤال بس ما تقولي مرات هالحلقة من 30 سنة كوني معي شوي معلش خليف فيش قد لأن عم يتخينا على السؤال من 30 سنة شكر الوقت اللي كان من زمان قيل عملت شير على أني إيران بدها تساعدنا بالمصاري وبدها تعطينا مصاري لأن هلأني جينا بوقت عم نقول يا الله مين ما يجي لو الشطين إجوا خلي يحكمونا بس بدنا بقى نعيش متنا نحن أولادنا تلسير يمكن إسلامي أنا شكر الوقت لقال يا مجديب يا مسيحي بدنا ضيقوا عليكم ضيقوا عليكم تصيروا نقطة بحر ومن جانا قالوا لنا إياها كما كنا بأفريقيا هو مزوز وصلنا لها هيدي إذا ما صار لبنان الإسلامي ما بعرف عم صارت لأن أنا وأصحابي يلا ميرسي أهلا وسهلا فيك أول شيء إيران ما عم تعرض علينا مصاري عم تعرض علينا مساعدة بارح لريجاني عرض علينا مساعدة بالكهرباء وبالأدوية وإلى ما هنالك ولكن لليوم الدولة اللبنانية ما أخذت قرار بهذا الموضوع ثانيا أسلمت لبنان بالدستور مسيحيين ومسلمين نحن عنا نفس الحقوق ونحن كلنا واحد وارتضينا بهذا البلد إن نكون طبعا من بعد ما صارت قضية وجود قديس البابا الراحل القديس جان بول دو يلي كرس هذا الوطن هو بلد نموذجي للتعايش ونحن مصرين عليه اليوم قبل بكرة المفروض بس نحن يكون عنا ثقة ببعضنا مفروض يكون عنا ثقة بهالبلد تيكون عنا هذه الثقة دولتنا العلية ومسؤوليننا هن اللي بدهم يوضعوا هالثقة وهن بدهم يجسدوا هذا القانون وهذا الدستور ونحن مرتضين بهالشي هلأ كل إنسان إذا عبى محله بعتقد بيعطي نتيجة إذا بنقعد كل نهار يعني جنس الملائكة ما بنرضي حدا لازم نحزم قبرنا مسيحيين ونحزم قبرنا مسلمين ونقول هذا البلد بلدنا وباقين فيه ونحن بده ينهض فينا ما بدنا نتكل على حدا بقى لازم نتكل على حالنا هلا اهلا وسهلا فيك دائما بس ما بحب احكي سياسي بالبرنامج لانه منه برنامج سياسي برنامج بتعاطى الشأن العام ولكن قد ما الناس اليوم خايفه وقلت ببدايه الحلقه على مصيرها على مستقبلها الآني على هذا البلد بحب طمنك ما راح نترك البلد المسيحيين قبل المسلمين باخذ اتصال كمان الو اهلا تفضلي ايه بونجور مدام ربيكا بونجور بدي ازعجك ما بتزعجيني تفضلي مدام بتزعجي الوالد عامل ضمان اختياري من زمان نعم وصار عمره 80 سنه وعامل 3 رسار وصار عنده شيء 8 فواتير بالضمان من لقلك لقلك شغلي هلا مع كل ما بيروح على الضمان مش عم بيقبضوا لخبرك بالضمان الاختياري هلا اخذوا السلفات للضمان العادي وبلشت المراكز تدفع من اول الشهر بالنسبه للضمان الاختياري لما سالتهم انه اي متى بتبلشوا تعطوا فواتير ضمان الاختياري قالوا لي مع بدايه اذار ان شاء الله يعني اللي عم بيصير بالضمان الاختياري انه كمان عم بيامنوا له السلفات حتى يعني ما عادت اللي بتدفعوا كل 3 أشهر ما عم يكفي الفواتير اللي عم بتصير خصوصا انه كل يلي عم يدفعوا بالعمر الثالث ودايما عمليات كبيرة ومكلفة يعني ما في عنصر الشباب يلي هو دخل على الضمان واليوم لو دخل عنصر شباب صار بعمر كمان متقدم من هيك عم بيكون في تأخير بالضمان الاختياري كمان هلأ موعودين يصير في سلفة وتبلش المراكز تدفع للضمان الاختياري موعودين ببداية الشهر المقبل عنا فاصل ومنتابع منتابع الحل عنا وباخد اتصال جديد ألو الو الو تفضل الو نعم اهلا مسيو تفضل الو تفضل
شو عم بسمعك؟ ألو. أهلا تفضل. أستاذ لويس معي؟ ألو. أستاذ لويس؟ نعم. إيه تفضل. نعم 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 إيه. تفضل. يا ستنا أنا في عندي شركة الام بي سي ركبت عندي خط فوق بالجبل على السطح. دش يعني؟ ايه محطة اوكي. نعم. اوكي. شو الموضوع؟ مش عم تدفع لك اجار؟ جينا للدافع. ايه. كانوا يعطوني بالاول تشيك. اوكي. كنت افتح اقبض التشيك واجي اصرفه وعيش منه، انا ما عنديش غيره وعيشتي علي. نعم. بعدين قالوا الوزير مش عم بيمضي، نطرنا شهرين. يعني هلا لك شهرين انت من منك شهرين. انا من 24 ايلول صاروا 6 اشهر. 6 اشهر مش قابض اجار الشهر؟ وين حضرتك استاذ؟ باي منطقه؟ نعم نعم. بأي منطقة حضرتك؟ أنا من ترشيش، بس هلا عم بحكي من قرن الشهوية. إيه بس هو وين المحطة؟ وين المحطة؟ بأي منطقة؟ بترشيش. ترشيش. أوكي أوكي أوكي. أنا بشكرك ومننتقل إلى خبر جديد.